من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الابناء الاعزاء طلاب وطالبات الشهاده الثانويه الازهريه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات المراجعة التي نراجع فيها ما درسناه قبل ذلك في علم الحديث. داعيا الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة حلقة موفقة. تراجعون على ما سبق أن درسناه وتجمعوا مزيد معلومات تحصلون بها على الدرجات العليا إن شاء الله. هيا بنا أبنائي وبناتي لنرى مراجعة اليوم. نبدا بمراجعه حديث اي الاسلام خير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف هيا ننتقل الى السؤال الاول اقول في هذا السؤال هات معنى الكلمات الاتيه ان رجلا احسنتم ايها الابناء الاعزاء علكم تذكرون ان هذا الرجل معناه وهو قيل هو ابو ذر رضي الله عنه وقيل هو هانئ ابن يزيد والد شريح من المعاني المطلوبه ايضا اي الاسلام خير نعم يعني اي خصال الاسلام او اي اعمال الاسلام وما اعراب ما يلي تطعم تطعم بالرفع وهو في تقدير ان تطعم ثم حذفت ان فصار الفعل مرفوعا وان وما دخلت عليه في تاويل مصدر اي اطعام والمصدر في محل رفع خبر لمبتدا محذوف اي هو اطعام الطعام والمفعول الثاني محذوف وذلك للتعميم والتقدير ان تطعم الخلق الطعام مسلمين كانوا او غير مسلمين وغير ادميين فرضًا كان الإطعام أو سنة. وما إعراب وتقرأ. بالفتح بفتح التاء وضم الهمزة مضارع قرأ. ونقول فيها مثلما قلنا في الأولى أنها في تأويل مصدر وأن حذفت وبقية الكلام كما هو. وما إعراب السلام السلام بالنصب مفعول تقرا وما اعراب على من عرفت ومن لم تعرف احسنتم ايها الابناء تذكرون اننا قلنا انها متعلق بتقرا وحذف العائد في الموضعين للعلم به اي على من عرفته ومن لم تعرفه من المسلمين وان علمت انه لا يرد هيا بنا ننتقل الى سؤال اخر في هذا الحديث اقول في هذا السؤال ما الفرق بين الفضل والخير جاء في حديث اخر عند البخاري رضي الله عنه قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده والفرق بين خير وبين افضل ان الفضل بمعنى كثره الثواب في مقابله القله والخير بمعنى النفع في مقابله الشر والاول من الكميه والثاني من الكيفيه نرى سؤالا اخر ما سبب اختلاف الجواب على السؤال الواحد وبهذا يجاب على من قال السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف وحاصل الجواب انه اختلف لاختلاف السؤال عن الافضليه والخيريه هذا رد او يقال اختلف لاختلاف حال السائلين او السامعين فيمكن أن يراد في الأول تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان فارشد إلى الكف عن ذلك، والثاني ترغيب من يرجى منه النفع العام بالفعل والقول فارشد إلى ذلك أيضا. هيا بنا أبنائي وبناتي نرى سؤالا آخر، هذا السؤال يقول: ما سر التعبير بقوله تطعم وقوله تقرأ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تؤكل الطعام ونحوه لأن لفظ الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والتذوق قال تعالى ومن لم يطعمه أي يذقه وبعمومه يتناول الضيافة وسائر الولائم او اطعام الفقراء وغيرهم وكذلك لم يقل صلى الله عليه وسلم وتسلم مكان وتقرا لاجل ان يتناول سلام من ارسل خطابا الى احد يسلم فيه عليه وعلى غيره ما سبب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الخصلتين أي الإطعام والسلام. علّكم تذكرون أننا ذكرنا وقلنا خصّ صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين بالذكر أولاً لما فيهما من الجمع بين المكارم المالية كالطعام والأخلاقية كالسلام. ثانياً ولشده الحاجه للطعام في ذلك الوقت لما كانوا فيه من الجهد والجهد وقله ذات اليد وللسلام ايضا لما كان يسود بينهم في الفرقه والخصام ثالثا ولمصلحه التاليف بين القلوب ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليهما اول ما دخل المدينه وكان اول شيء تكلم به ان قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام هيا نصل الى النقطه الهامه في الحديث ايها الابناء الاعزاء في هذه المراجعه اقول اذكر بعض ما يرشد اليه الحديث بارك الله فيكم. علكم تذكرون أننا ذكرنا أشياء كثيرة نذكر منها أولاً فضل إطعام الطعام في الإسلام وكونه من أفضل الأعمال. ثانياً الحض على ائتلاف القلوب واستجلاب مودتها. ثالثاً فضل إفشاء السلام ورابعاً الحث على خفض الجناح للمسلمين والتواضع. كما رايتم ابنائي وبناتي في مراجعه هذا الحديث ذكرنا عده نقاط هامه وركزنا على المواضع التي يتوقع ان ياتي فيها اسئله في الامتحان ندعو الله عز وجل ان يوفقكم دائما لما فيه الخير ولنستكمل مراجعتنا هذه مع حديث اخر. تذكرون حديث حرمه المسلم عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. اول سؤال في هذا الحديث ما معنى الكلمات الاتيه من صلى صلاتنا معناها اي صلى صلاه كصلاتنا المعروفه المتضمنه الاقرار بالشهادتين ما المقصود بقبلتنا اي القبله المخصوصه بالمسلمين وهي الكعبه المشرفه ما معنى ذمه الله وذمه رسوله معناها اي امان الله ورسوله او عهدهما ما معنى فلا تخفروا الله اي لا تخونوا الله ولا رسوله بتضييع حق المسلم الموصوف اركز الان على نقطه من النقاط اللغويه اقول فيها ماذا ترى من لغويات في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا اقول ذكر استقبال القبله بعد الصلاه وذكر هذا من ذكر الخاص بعد العام وذلك تعظيما واهتماما بشانه كذلك يحتمل انه عطف واستقبل قبلتنا مع واكل ذبيحتنا على الصلاه وذلك لان اليهود لما تحولت القبله شككوا بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وكذلك هم الذين يمتنعون من اكل ذبيحتنا والمعنى من صلى صلاتنا ولم ينازع في امر القبله ولم يمتنع من اكل ذبيحتنا كما فعلوا فذلك هو المسلم الذي له ذمه الله ما اعراب فذلك احسنتم ايها الابناء الاعزاء كاني اسمعكم تقولون مبتدا وخبره المسلم ما اعراب ذمه الله هي مبتدا مؤخر وله خبر مقدم لما ذكر ذمه الله ورسوله ذكر ذمه رسوله بعد ذكر الله تعالى للتاكيد واشعارا بان كل منهما مقصود ما فائدة الهمزة في قوله فلا تخفر الله يقال خفر بمعنى حمى وحفظ وأخفر بالهمزة بمعنى غدر ونقض فالهمزة فيه للسلب وذلك مثل أشكيت الرجل أي أزلت شكواه ما حكم من التزم بما جاء في الحديث فاذا وجه اليكم هذا السؤال ما حكم من التزم بما جاء في هذا الحديث تكون الاجابه كالتالي يبين الحديث ان الذي يظهر منه شعائر اهل الاسلام المتمثل في اقامه الصلاه واستقبال القبله واكل ذبيحه المسلمين فهو مسلم له امان الله وعهده ولا تستباح حرمته فلا تنقضوا عهد الله فيه وليس لاحد ان يحكم عليه بالكفر المخرج من المله الا بدليل قاطع اما عن السؤال التالي فهو سؤال في غاية الأهمية؛ لأنه ممزوج بفقه الحديث. هذا السؤال خاص بآراء العلماء في حكم استقبال القبلة، وعلكم درستموه قبل ذلك في الفقه. هيا نرى هذا السؤال. اذكر آراء العلماء في حكم استقبال القبلة. آراء العلماء من هذا الحديث راوا اشتراط استقبال القبله والواجب عند الشافعي استقبال عينها للقادر عليه يقينا في القرب وظنا في البعد بالصدر وبالوجه ايضا الا في شده الخوف وفي النافله في السفر واما العاجز عن استقبالها كالمريض الذي لا يجد من يوجهه الى القبلة او المحبوس بعذر فيصلي على حسب حاله ويعيد والواجب عند عامه الحنفيه في البعد استقبال الجهة للعين اما عن هذا السؤال ما سبب اكتفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ذمه الله دون ذمه الرسول في نهايه الحديث نقول لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ورسوله بعد قوله فلا تخفروا الله في ذمته لاستلزام عدم اخفار ذمه الله عدم اخفار ذمه رسوله صلى الله عليه وسلم فكلاهما معا واما عن ما يرشد اليه الحديث اقول اذكر بعض ما يرشد اليه الحديث والحقيقه ان الحديث يرشدنا الى نقاط كثيره نذكر منها اولا ان امور الناس محموله على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. ثانيا: ان الصلاه واستقبال القبله والاكل من ذبائح المسلمين من شعائر الاسلام. ثالثا: استقبال القبله شرط من شروط الصلاه. ابنائي وبناتي في هذا الحديث الذي رجعناه معا راينا من هو المسلم او من هو الشخص الذي له ذمة الله وذمة رسوله لا شيء الا اذا صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فيجب علينا الا نخفر الله عز وجل في ذمته هيا بنا أبنائي وبناتي نراجع حديثاً آخر في هذه الحلقة. علّكم تذكرون حديث حرمة تقاتل المسلمين. عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه، فقال: أين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله ها قاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه أولا ماذا تعرف عن راوي الحديث الأحنف بن قيس هو الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي السعدي من بني تميم أبو بحر البصري دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وكان سيدا في قومه قال الثوري ما وزن عقل الاحنف بعقل الا وزنه توفي سنه سبع وستين بالكوفه اذكر معنى الكلمات الاتيه ذهبت لانصر هذا الرجل يقصد بالرجل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي فضرب كل واحد منهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار أي يستحقان دخولها يا رسول الله هذا القاتل معنى ذلك أن يستحق النار لكونه ظالما فما بال المقتول أي وهو مظلوم إنه كان حريصا على قتل صاحبه أي كان عازما على ذلك أين جواب شرط إذا في قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما جواب شرط إذا محذوف ولم يذكره اكتفاء بما ذكر وما ذكر في الحديث وما تقدير جواب اذا التقدير فقاتل احدهما الاخر وما الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار نعم، دل على أنهما يستحقان دخول النار، وقد يعفو الله عنهما وليس بلازم أن يجازى خلافا للمعتزلة القائلين بوجوب عقاب العاصي. هذا كله أيها الأبناء الأعزاء في قتال بغير تأويل سائغ أي بغير سبب، أما قتال الصحابة رضي الله عنهم فلا يترتب عليه ما ذكر، لماذا؟ لأنه عن اجتهاد وظن لصلاح الدين. فللمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر، فكلهم مجتهد مثاب والله يغفر لهم. أما عن هذا السؤال فهو سؤال في غاية الأهمية، ويقول هذا السؤال: ما الذي فهمه ابو بكر من الحديث وماذا ترتب على ذلك فهم ابو بكر رضي الله عنه ان الحديث عام لكل المسلمين حسما لماده الخلاف والذي ترتب على ذلك منع ابو بكر الاحنف بن قيس رضي الله عنه من قتاله مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكن الاحنف رضي الله عنه لم يوافقه على ذلك بل حضر مع علي رضي الله عنه باقي حروبه ما حكم العزم على المعصيه يدل الحديث على من عزم المعصيه ووطن نفسه عليها انه ياثم على اعتقاده وعزمه وان لم يعملها فاذا عملها كتبت له معصيه اخرى ولا ينافيه ما ورد في الحديث الاخر الذي يقول اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها علي لان ذلك في من لم يوطن نفسه عليها بل مرت بفكره من غير استقرار ويسمى ذلك هما وفرق بين الهم والعزم على ضوء ما ذكر في توضيح كل منهما بما اجاب من لم يقل بالمؤاخذه بالعزم وان لم يقع الفعل اجاب بان في هذا فعلا وهو المواجهه بالسلاح ووقوع القتال ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار ان يكونا في مرتبه واحده فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرد اذكر بعض ما يرشد اليه الحديث اولا نصيحه المسلم لاخيه المسلم فيما يعتقد انه صواب ثانيا حرمه تقاتل المسلمين بعضهم مع بعض بغير تاويل سائغ ثالثا قتال الصحابه رضي الله عنهم بعضهم بعضا كان عن اجتهاد وظن لصلاح الدين. رابعا العقاب على من عزم المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها. أبنائي وبناتي كما رأينا في هذا الحديث أيضا حرمة تقاتل المسلمين او تقاتل المسلمين باعتبار التثنيه كذلك ناخذ من هذا الحديث اشياء كثيره نتعلمها في حياتنا اليوميه بل ونعلمها الناس حرمه دماء المسلمين بعضهم مع بعض فلا داعي لقتال بغير اسباب كذلك نعلم ان العقاب على القتل انما هو النار اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فما ذنب المقتول اذن انه كان عازما على قتل صاحبه بحيث لو تهيات له الفرصه لاستحال الامر ولانقلبت الصوره وصار القاتل مقتولا وصار المقتول قاتلا انه كان عازما على قتل صاحبه ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية راجعنا معا في هذه الحلقة بعض الأحاديث التي كنا قد شرحناها من قبل وراجعناها اليوم وذاكرنا وذكرنا أيضا الأسئلة المتوقعة فيها في الامتحانات إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل النجاح دائما حليفكم ويوفقكم لما فيه الخير الى ان نلتقي على خير استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته